السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحباب الكرام، الأخ أبو عصام آل الرمل الكرام، الأخ أبو خالد البرقاوي، كلكم أهلنا وعزوتنا ونسايبنا وحبايبنا. لقد اجتمعنا في هذا اليوم المبارك، وجاءتكم هذه الجاهة الكريمة لتحقيق غرض شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. أخوي أبو عصام، جاءتك هذه الجاهة الكريمة وأنسبائها وأقاربها وجيرانها لتتشرف بطلب يد ابنتكم أبو خالد البرقاوي سيدها، حياهم الله وأكرمكم الله على سنة الله، على كتاب الله وسنة رسوله. بنتكم نجاح لابن كفاح محمد حسين شامي، فما ردكم؟ دام فضلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن.